الاطفال بتتنطط دلوقتي في كل حته طول النهار، ماما ماما ماما، مليون سؤال بيعيطوا بسبب ومن غير سبب، وانا مش فاهمه ليه. هل يا ترى دي سلوكيات محتاجين ان احنا نعدلها، ولا دي احتياجات عند الطفل واحنا مش فاهمينها؟ انا هبه عاطف، والنهارده هنتكلم على الانرجيز اللي عند الاطفال، انواع الطاقات اللي عندهم. احنا اتكلمنا في الايموشنال هايجين على ان احنا كبار بشر عباره عن جسد وعقل ومشاعر. الطفل برضه بشر، بس بشر صغير عنده جسد، جسد محتاج ينمو، فعشان كده ده بيترجم في طاقه حركيه كبيره جدا. اول ما الاقي ابني عمال ينط ويتزحلق في البيت، ابقى عارفه ان هو محتاج يطلع بره في الجاردن يلعب شويه وبعدين يرجع لي. لو ما عندناش جاردن ممكن يبقى مكان في البيت اخصصه له واقول له this is the workout place، اتفضل العب هنا شويه وبعدين نبقى نروح في اماكن ثانيه نقدر نقعد فيها. It's okay for children to move. بالعكس، هو محتاجه عشان ينمو. ده اسهل انواع الطاقات، كل البارنتس بيبقوا فاهمينه. بس في نوعين تانيين ساعات بنغفلهم، العقل والمشاعر. العقل عشان ينمو محتاج يبقى فيه طاقه ذهنيه على طول بتشتغل. الطفل من ساعه ما بيبقى عنده سنه يمسك حته ورقه يكعبشها في ايده وبعدين يمضها في بقه وبعدين يعملها كده في مناخيره وبعدين يعملها كده يشوفها بتعمل صوت ولا لا وبعدين يرميها يشوفها لما هتقع هيحصل لها ايه. هو بيتعرف عليها بحواسه عشان يعمل impressions في دماغه ويبتدي بعد كده يفكر فيها تفكير أعمق وأكبر على حسب سنه وعلى حسب قدراته. كل الأطفال على مدار السنين بيبقوا عايزين يبقوا mentally challenged كل يوم. مهم جدا إن الطفل يشغل مخه، يفكر، يجرب، يكتشف حاجة جديدة. مهم قوي إن الطفل يعرف يطابق، يقارن. فمهم جدا إن هو يشتغل يعني يلعب. مهم قوي انه يلعب. مريم هتعلمنا ازاي بكره نقدر نخلي اطفالنا يلعبوا لوحدهم من غير ما يحتاجونا. بس افرض ان انا دلوقتي مع ابني وبتكلم معاه، اقدر العبه ازاي واكبر مخه برضه؟ حاجات بسيطه قوي. لما اكون في البيت وعايزه اعمل كيك مثلا، كل المصريين دلوقتي بيعملوا كيك، هقول له بص انت هتاخد الدقيق وهتصبني لغايه العلامه دي بس، بيتعلم ماجمنت، هتلاقيه مبسوط قوي. النهارده هنعمل جالي مع بعض، انت صب كوبايتين، هيعد الكوبايات ويحطهم وهيكون مبسوط جدا. النهارده هنعمل سورتنج للغسيل، بص قبل ما نحط الغسيل في الغساله لو سمحت حط لي الاحمر هنا والازرق هنا. دي سورتنج. دلوقتي هنرتب الاوضه، لما ترتب اوضتك رتبها من الحاجات الكبيره الاول للحاجات الصغيره. بيعمل اوردرنج، يعمل كومباريزن. ممكن وانت بتوضب مكتبتك وضبها من الطويل للقصير. الامثله كتير جدا يا جماعه نقدر نعملها all the time. ساعتها الطفل هيكون مبسوط وعنده احساس بالاكمبلشمنت عالي جدا. في طاقه ثالثه محتاجين نتكلم عليها وهي الطاقه العاطفيه. انا ساعات كتير قوي بقول لابني انا بحبك، بديله حضن وبوسه، بعبر عن مشاعري. بس الطفل كمان محتاج ان هو يعبر عن مشاعره، محتاج يطلعها. محتاجين نعلمه يقول لي بحبك. محتاجه اقول له لما بتقول لي بحبك ببسط قوي. محتاجة أقول له لما بتيجي عليا الصبح وتجري وتبوسني وتقول لي موري ماني، أنا ببقى مبسوطة جدا. الطفل لما يحس إن هو بيعمل حاجة علشان يبسطنا بيطلع ايموشنز، هو نفسه بيبقى ساتيسفايد. المرة الجاية لما ابني يعيط ويتانترم هيبقى عنده ايموشنال نيد، محتاج يطلع ايموشن ولا ده سوء سلوك؟ المرة الجاية لما ابني يمسك لعبة ويقعد يفككها هيبقى ده سوء سلوك ولا هو عايز يكتشف ويعرف هي جواها ايه؟ المرة الجاية ابني لما يقعد يتشقى ويتنطط في البيت هقول ده ولد شقي ولا هقول ده عنده طاقة حركية جسمه محتاج يكبر وينمو؟ أرجو إن احنا النهاردة نكون عرفنا أنواع الطاقات وعرفنا إزاي نشتغل عليها. بكرة إن شاء الله مريم هديلكم بأفكار حلوة جدا عشان الأطفال تقدر تلعب لوحدها في البيت، وكمان عشان نقدر نستغل الطاقة الحركية.